أنا إنعم محمد عزة، مخرجة عربية. المخرجة إنعام محمد علي، حبلش حديثي مع حضرتك من نفس الصفة اللي حضرتك بتحمليها. شو الفرق بين إنه امرأة تحمل لقب مخرجة وأن يحمل رجل نفس الصفة؟ الحقيقة الانطلاقة جت من التلفزيون المصري لما كان بيكون كوادره الأولى وأعلن عن حاجته لمساعدين ومساعدات إخراج من الجنسين ومن خريج الجامعات، وما قالش حتى تخصص معين، بمعنى إن قبل كده ما كانش معتاد ان اللي يبقى في مجال الاخراج امراه. احنا لو بصينا للسينما قبل بدايه اللي هي قبل بدايه التلفزيون يعني، هنلاقي قالوا ان عزيزه امير في العشرينات او في الثلاثينات اخرجت عمل فني لكن ما شفناش. قالوا بعد كده ان في ماجده في الخمسينات مرت بتجربه الاخراج ولكن برضو ما شفناش. فهنا بقى كان المسؤوليه كبيره عليا، لان الباب اتفتح وانا دخلته، ولما كنتش قده كان ممكن يغلق من جديد. يعني اول امراه في العالم العربي يعني بالفعل تكون مخرجه حضرتك انعام محمد علي، فينا نقول هيك؟ ممكن يعني ممكن ايوه. طيب انا بدي ارجع للمرحله اللي قبل النشأة، يعني قدي أجواء العيلة، أجواء البيت ممكن أخذتك لطريق الفن، لطريق الصورة، لطريق العدسة. هل كانت الأجواء بالبيت بتحرضك على هيدا الشيء؟ هو الحقيقة لا، أنا من الصعيد مصر، يعني أخت الصغرى لخمس أولاد، يعني أنا رقم ستة. والدي توفى وأنا عندي سنتين، بمعنى أنا كان عندي خمس أباء، وعشت في طفولتي الأولى في جو التقاليد الصعيدية يعني. لكن كنت بقوم كمذيعة في الإذاعة المدرسية، يعني أنا اللي بقول لهم الأخبار الصبح النشيد، يعني بقوم بالإذاعة المدرسية. نعم. الصباحية يعني. كان حلمي أن أنا أبقى صحفية أو أبقى مذيعة في الإذاعة، لكن في نفس الوقت انا كان لي ام، انا كان لي اخت كمان اصغر مني، يعني كنا بنتين وخمس بنات او خمس ولاد، كانت زي تقول محتضنه لينا ومؤمنه ان ولادها البنات لازم يتعلموا مثل الاولاد، يعني لنهايه التعليم الجامعي. انا كنت وانا طالبه في الثانوي مذيعه الاذاعه المدرسيه، بقول لهم اخر الاخبار. لما دخلت الجامعة كنت سكرتيرة التحرير مجلة الكلية، كان نفسي أبقى صحفية أو مذيعة، ولكن اللي حصل إن أنا سنة تخرجي كان التلفزيون أعلن عن حاجته إلى مساعدين أو مساعدات إخراج من جنسين زي ما قلت يعني، وتقدمت الامتحان ما كان لهش علاقة بأمور فنية، إنما كان عن معلومات عامة وترجمة من انجليزي العربي وعربي انجليزي، ودخلته وكان متقدم للامتحان حوالي 1600 بين رجل وامرأة من مختلف الكليات. اللي اجتاز الامتحان كان 60 شخص منهم 11 فتاة، كنت واحدة منهم يعني. ابتدينا يعينونا على ادارات التلفزيون المختلفة، كان من حظي ان انا اختاروا لي مراقبة التمثيليات كمساعدة اخراج. بمعنى اول خطوة كانت ضربة حظ. كيف كان التلفزيون المصري بهيدا الوقت؟ كيف كانت عم بتتم عملية صناعة الدراما بهيدا الوقت؟ هذا الوقت كان ما فيش مونتاج، ما كناش بنسجل العمل على بعضه، كنا اولا الممثلين لازم يحفظوا النص من اوله لاخره ويحفظوا الحركه من اولها لاخرها، والعمل لازم يتصور من اوله لاخره على بعضه، لدرجه ان الممثلين كانوا بيغيروا هدومهم خلف الديكور، وكان بالتالي كانت شغل المخرج يعني او اللي هو الكاتنج يعني او والتصوير كانت لازم يبدا بلقطه طويله او الكاميرا تتراجع لورا، وقت للممثل انه يكون اتنقل من ديكور لديكور، او يكون الديكور التاني ممثلين تانيين ما فيهوش الممثل اللي كان معانا في الديكور التاني. يعني السيناريو كان بيتكتب على شاكله
هذا الأسلوب من الإخراج. وأيضا الممثل كان ممثل بيتدرب على أنه ما فيش حاجة اسمها ستوب، يعني ما فيش مونتاج، لازم يكون حافظ تماما زي ممثل المسرح، ولازم يكون. وبالتالي كان حتى الرعيل الأول من الممثلين في هذا المجال كانوا معظمهم من المسرح المتعود على أنه يعمل الوان بيس، يعني اللي هو المشهد على بعضه. عشان كده ما ابتديناش بالمسلسلات، انما ابتدينا بالتمثيليات، بالسهره او ابتدينا بالعمل الاول نص ساعه، لان عشان نقدر نصورها على بعضيها. وكانش المسلسلات على فكره 30 حلقه ده في وقت مستحدث جدا. انما كانت المسلسل عباره عن 13 حلقه. طيب ايه ليه 13 حلقه؟ ليه دوره البرامج كانت 13 حلقه بمعدل حلقه اسبوعيا؟ يعني درجه دوره البرامج كانت 3 شهور والحلقه كانت بتعرض اسبوعيا. كيف انعام محمد علي بلشت انه هي تطور نفسها بمجال الاخراج؟ يعني حضرتك يعني فتي بمرحله يعني ما كان في حدا تقدري تاخدي منه، ربما يعني كله بيتعلم من كله إذا فينا نقول. كيف حضرتك اشتغلتي على نفسك بمجال جدا صعب وفي منافسة كتير كبيرة؟ أنا هقولك في ذكرى أول عمل، يعني أنا كنت متحسبة جدا لدخول استوديو معظم العاملين فيه رجال، والقائد هنا هيبقى امرأة يعني. فلو كان زميلي الرجل، عن اي عمل عم نحكي؟ كان اسمه نفوس حائرة. فكان مسلسل متصل منفصل، يعني يعني كل حلقة ليها موضوع، كل حلقة ليها ابطال. يعني اللي كان زميل الرجل يعني بيبذل جهد مرة، انا كنت لازم ابذله 10 مرات. بمعنى من بدايتي كنت تلميذه مجتهده. ليه؟ يعني اقول لك ليه؟ عشان تخليهم يوثقوا بقدراتك اكتر. بالظبط. ان انا هنا بقى عشان خاطر ممكن ابقى متحسبه لاي سؤال من اي فني او من اي ممثل او غيره على اي شيء، فلازم اكون الاجابه حاضره ودارسه الموضوع كويس قوي وعامله شغلي كويس قوي، وبالتالي اكسب ثقه كل العاملين. عارفة ابتلعت بإيه أسمى؟ إن القيادة ما هيش قيادة عضلية، عارفة، لأن الصورة الذهنية كانت لدى الناس عن المخرج على إنه هو اللي بيزعق وعصبي جدا وممكن يشد شعره. طيب هعمل وأنا امرأة، هعمل ده إزاي؟ يعني هقود بعضلاتي إزاي؟ فاستبدلت العضلات بالعقل. ومن يمتلك هذه القوة، القوة العقلية، له القيادة. العمل الاول نفوس حائره، كيف حضرتي له؟ لانه دائما العمل الاول اللي بتكون فيه القياده الاولى بيكون كمان فيه رهبه كثير كبيره، خصوصا انه حضرتك اكيد كنت حابه انه تكرسي نفسك كمخرجه وليس اثبت وجودي. واثبت وجودي كمخرجه. انا من الاول، ويمكن ده اللي فادتني بعد كده، يعني في حاجتين فادوني في حياتي، يعني هي البدايات، ازاي ان انا اشتغل على النص مع المؤلف، يعني واشوف النص هقول من خلاله ايه، نعم، وبعدين وازاي هخرجه والاسلوب اللي اخرج بيه، وازاي انا اختلف اسلوبي. انا امراه، فهم يعني المراه تتسم، يعني هم الاول بيقولك ان نسيت اقولك حاجه، ان في بدايتنا لما بدايتي انا، وبعد كده بعد يعني يمكن بشهور كان في مخرجات تانيين، فكنا يمكن 3-4. نعم. 3-4 جه في جه الوزير، وكان احنا كنا بنشتغل وزير الاعلام وقتها يعني، وفي نفس الوقت رئيس قسم دراما، كاننا بنشتغل يعني في غيبه منه. قال ان ازاي المرأة تخرج دراما، ده شغل فيه عنف وفي تعب وفي غير، والمرأة مخلوق رقيق، لا يعني لا يعني ما يستحملش هذا العمل. فبعدين انا استغربت القرار، وابعدونا عن الدراما،
وبعد كده الوزير اتغير، كان اول قرار ليه المراه ترجع تشتغل دراما تاني يعني. انا من الاول انا بقيت مختلف ازاي الاخراج يقترن فقط بالعنف او بالقوه او بالحاجات كده. هو صحيح في جهد بيبذل، يعني مش قادر اقول لك مدى صعوبته ومدى والاخراج عمل مستاثر ممكن ياكل يعني يستاثر بحياه الانسان كله يعني. ولكن هو في الاخر مشاعر واحاسيس وفكر ورساله، اعتقد المراه مش بعيده عن ده. ان انا متهيألي المراه ممكن تتفوق في ده. وده الطريق اللي اخترته، ازاي اعمالي تبقى متملي مغلفه باحاسيس ومشاعر وفي نفس الوقت كلها رساله. من اول خطوه كان هذا اختياري. بعد كده بسنوات طورت هذا الاختيار ازاي، بان انا درست دراسات عليا، عملت ماجستير، وكانت رساله الماجستير الدراما التلفزيونيه ودورها في التطوير الاجتماعي. حلو. حلو العنوان. ومن هذا من بدايتي دي كان ده البيز او الاساس اللي انطلقت من خلاله اختياراتي. اي عمل فني ليا لازم يبقى له مضمون ويبقى له رساله وهدف، مش هدف مش بس رساله على المستوى الشخصيه ولا غيره، لا مستوى المجتمع. لازم يبقى لي رؤيه وايه اللي انا عايزه احققه واللي انا وايه نقاط الضعف اللي انا شايفاها سواء في مجال المراه او في مجال المجتمع بوجه عام. وهقول لك ان اول عمل اول مسلسل متصل ليا متصل للحلقات كان عن قضيه محو الاميه. القضيه عباره عن احنا بنشوفها منشيتات في الجرايد زي التحول للدراما، ودي بقى كانت شطار. طب الواحد يقنع الناس ازاي بان الاميه ده شيء يعني مرض خطير يشد مجتمعنا للان للخلف، يشد مجتمعاتنا العربيه كلها للخلف. ازاي نخلي الناس تزيل عن المشاهد الامي يزيل عن نفسه هذا النقص هذا العار. العار اللي هو يعني بيتسم بيه مجتمع بحاله يعني. فلازم فالسيناريو اللي اتعمل في اولا ازاي نقدمنا من خلال حدوته شخصيه جدا، حاله شخصيه. الحاله الشخصيه كانت تعبر عن الحاله العامه، حاله شخصيه فتاه اميه، لان الاميه عندنا في مصر وما زالت في المنطقه العربيه في مجال المراه اكبر بكتير من مجال الرجل. طبعا طبيعه الحال بالظبط. فكانت بطوله فتاه اميه في تقدم لها شاب للجواز، كان طالب في الجامعه، طبعا فرحت هي جدا. فاتضح بعد كده ان الشاب ده واخدها مستغل ليها، ان هو كان امه مريضه وهو من الارياف وعايز حد يقعد مع امه يمرضها. لدرجه ان هو بعد ما خد البكالوريوس وكان خده بتفوق ورشح لدرجه لان ياخد دكتوراه في الخارج، وبعد كده الام ماتت، لا انا ملهاش لازمه. وفي نفس الوقت رفض طول الوقت ان يعلمها او انها تتعلم، والبنت كانت طوقه للتعليم. اول ما حست بالاهانه دي وحست بالنقص ده قررت هي يعني زي تقول تحول المستحيل الى ممكن. ازاي تتعلم؟ مش تتعلم بس وتعمل. وكان المسلسل مدته 10 حلقات، ازاي خلال ال10 حلقات غيرنا من بني ادم ساذجه جدا الى بني ادم بتتفتح زي الزهره اللي بتتفتح قصادك. ايوه انا اللي بختار النص، انا اللي بختار المؤلف كمان اللي هو يتفق في رؤيتي معاه، يعني يبقى له رؤيه ايضا مجتمعيه. ولكن هذه الرؤيه المجتمعيه ما تبقاش مجرد شعارات ولا كلام مسطح يعني ولا غيره، والا مش هيوصل للمشاهد. لازم يتعامل في قالب انساني جدا ويمس يعني الحياه الشخصيه للمشاهد نفسه يعني ويهزه. وازاي يتعامل برضو ايضا في قالب فني جذاب، يعني بمعنى فينا نقول انه 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 حضرتك تدعي وراء العمل اللي بيشوف المتلقي نفسه امام الكاميرا.
بالظبط، كانه بيشوف نفسه في مرايه، لازم يشوف نفسه فيه. اول خطوه مسلسل ضمير قبل حكمت. طبعا هيدا المسلسل انا وحده من الناس، يعني بنات جيلي يعني كنا صغار وحضرناه حلقه ورا حلقه، ربما لانه كنا بعدنا بالمدرسه وكانت هيدي الاجواء بعدها بتشدنا لانها كانت بتمثلنا وبتمثل ايقاع حياتنا، واكيد عمل حمل اسم السيده فاتن حمامه. هيدا العمل تحديدا شو كانت الرساله حضرتك كانعام محمد علي الانساني والمخرجي حابه توصليها من خلاله؟ هو زي ما العمل طرح نفسه قضية التعليم، لأن احنا لسه لغاية النهاردة بنعاني من قضية التعليم، وأحد أسباب التخلف اللي احنا عايشينها كلها في المنطقة العربية إن التعليم ما هوش في المستوى اللي يخرج خريج متفوق متميز مواطن زي ما بيقولوا كامل الأوصاف. وده اللي كان المشكلة اللي كان بيعالجها ضمير قبل حكمت. هل المشكلة هي في المدرس؟ هل المشكلة في المنهج؟ هل المشكلة إن في الأبنية الدراسية؟ وكان بيناقش هذا الموضوع، ولكن برضو زي ما تعودنا في قالب يكاد المشاهد يحس إنه مفيش ممثلين قصاده. كانت مدام فاتن حمامة، اكيد انت عايزه تقولي ازاي، لان ده كان اول عمل تلفزيوني ليها. لا اخذت التوقع. لا لا قولي لي اول عمل تلفزيوني لمدام فاتن حمامة. ليه اخترتيها؟ هو الحقيقه تقدر تقول انا حسيت هي بعد كل عمل ليا كانت تكلمني وتقولي وجهه نظرها وهتهنيني وغيره، فانا حسيت انها مشتاقه تطل على المشاهدين من خلال الشاشه الصغيره. قلت لها مدام فاتن، طيب انت ما فكرتيش يعني بعد المشوار الكبير في السينما دوا والنجوميه الساطعه دي انك تجربي التلفزيون؟ قالت لي الحقيقه انا عايزه. انا انتهزت الفرصه، رحت لاسامه قلت له اسامه ارجوك احنا عايزين اسامه انور ركاش الله يرحمه. اسامه انور ركاش الله يرحمه أرجوك، وكنا احنا بنشكل ثنائي يعني، أرجوك ان عايزين ان مدام فاتن أبدت الموافقة المبدئية، مش عايزين نضيعها منها يعني من ايدينا، يعني نضيعها من ايدينا، لاني سبق قبل كده ان كانت الرغبة دي عند مدام شادي. وبرضو انا لجأت لأسامة وقلت له مدام شادي يعني نفسها تعمل مسلسل تلفزيون وانا اخرجه لها، أرجوك نكتب مسلسل ليها يعني. أسامة فضل يدور على الفكرة وكان عنده ملتزم بأعمال أخرى. المهم أني في أثناء يعني مدة البحث اللي طالت دي تحجبت هي. فالحقيقة كانت فرصة أنا يعني أسامة وأنا ندمنا كتيرا عليها، فلما مدام فاتن أبدت الرغبة فانتهزنا احنا الاثنين الفرصة، وقالت انها نفسها تعمل موضوع تربوي. بتعرفي احيانا انه في بعض النقاد بيعتبروا انه او من يطالع اعمال حضرتك ممكن يقول انه تعقيبا على فكرة الرسالة انه انعام محمد علي تجعل من اعمالها صورة واقعية ملونة بالاحلام. قدي الواقع موجود بالاعمال يعني باعمالك، قدي نسبته، وقد ايه الحلم موجود كمان وقد ايه نسبته؟ الواقع موجود في اعمالي 100%، سواء لو العمل ده تاريخي، لو العمل ده معاصر، لو العمل ده حتى سيره ذاتيه. طبعا بالتاكيد ده واقع يعني ما حتى لو ما كانش النهارده يعني، وده مقصود ان انا ما اعملش عمل شخصي يعني. انا يعني ايه شخصي؟ شخصي يعني معناها حدوته تقع لفرد بطل العمل ده، لو انا بتفرج عليه ممكن تكون حدوتها جذابه لكن مش بتاعتي. وكمان بعد ما يخلص العمل انا استفدت منها ايه؟ طلعت بايه؟ ايه القضيه المطروحه؟ مش قضيه. انا بشوف ان التلفزيون لازم يكون له دور مجتمعي، بمعنى التلفزيون اللي بيخش كل بيت وخصوصا في مجتمعاتنا العربيه اللي هي ما زالت مجتمعات ممكن يطلق عليها مجتمعات ناميه. انها في قضايا كتير وفي يعني اوجه نقص كتير شديدنا للخلف.
هي احوج احوج ان احنا نطرحها في الشاشه من خلال قالب الدراما، انه قالب جذاب والناس مشدوده ليه، وبعدين بتشوف نفسها من خلاله، وخصوصا لو احنا قدمنا هذه القضايا الكبيره من خلال حياه شخصيه، من خلال حياه اجتماعيه، من خلال حياه اسريه. اخر مسلسل اجتماعي يمكن قدمته، لان انا يمكن خدتني السيره الذاتيه لفتره طويله من سنه 2000 يعني. انما اخر اجتماع قدمته كان اسمه قصه الامس. كان بطوله الهام ومصطفى فهمي وتاليف محمد جلال عبد القوي. قصه الامس كان بيتعرض لقضيه مجتمعيه كبيره جدا حدثت في المجتمع المصري، ويمكن انتوا في لبنان برضو بتعانوا قضيه الاغتراب. صحيح. ان ازاي عدد كبير جدا من افراد المجتمع هجرت او رحلت الى يا اما لبلاد النفط يا اما لبلاد اخرى من اجل البحث عن سعه من الرزق اكتر يعني. وازاي ان هذا النمط من الحياه اللي هو احيانا فرض على الاسره انها تفترق، الرجل في حته والمراه في حته والولاد في حته وغيره حاجات كده، فرق يعني افرز علاقات اجتماعيه جديده على الاسر. بقى في وبعدين كان افرض كمان وجهه نظر وسلوك حياتي وقيمي مختلف، ان هو اصبحت قيمه الاستهلاكيه تعلو كل شيء، وان الفلوس اهم من العواطف. ولكن هيدي المواضيع ما بتشد الناس اليوم. نعم، هيدي المواضيع ما بتشد الناس اليوم. اذا بدنا نحكي على متتبعي الدراما اليوم او الناس اللي بينتظروا الاعمال الدراميه من رمضان لرمضان او من العام للعام، هيدي النوعيه من الاعمال ما بتشدش. ما بتشد لا لا، دي اعمال بتحصل ده الاسر شافوا نفسهم. طب انا احكي لك حاجه بخصوص قصه الامس. انا وانا بقى كنت بصور جزء منها في الكويت، على اساس ان كان ابطالي قضوا 15 سنه في الكويت يعني. فبعد ما صورت يعني خلصت التصوير في الكويت وانا راجعه وراكبه الطياره وقاعده جنب شخص ما يعني، وكان طول الوقت مشغول بانه بيقرا في كتاب فيه، لكن لقى ان طقم الطياره جاي يسلم عليا ورحب بيا، فالتفت وقال لي حضرتك مين؟ فقلت له انا فلان. قال لي بتعمل ايه في الكويت؟ قلت له بصور كذا كذا. قال لي ايه يعني عن ايه؟ فقلت له عن الموضوع يعني انه مهندس في الكويت ومراته في مصر هو واولاده، وفي الكويت حس بالفراغ فاتجوز. فقال لي خبر اسود؟ قلت له ايه، في ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ قال لي دي هتذاع امتى؟ قلت له في رمضان الجاي. قال له كمان؟ قلت له ايه يعني؟ قال لي لا لا لا، يعني انا اصلا انا مهندس برضو وعندي شغل بين في عندي مكتب في الكويت وعندي مكتب في مصر وشغلي من مصر والكويت ومراتي في مصر. فقلت له يعني ايه يعني نفس الواقع يعني؟ قال لي لا لا ما حصلش الحمد لله، بس 90% من اللي معايا عملوا كده. فقال طب هقول لك، المنتج المشارك في العمل كان لبناني. قال لي عملتي فزع لبيوت لعائلات لبنان، لدرجه ان بعض العائلات يا اما بعتت جابت الزوج يا اما سافرت وراحت جنب الزوج، وده حصل كتير. لانه احنا عندنا لا لا، دي قضيه عامه وليس لان قضيه المتغيرات مجتمع يعني زي مجتمع حست نفسها يعني ايه، شافوا نفسهم في لحظه كانهم متجردين من حاجات كتير. بس حضرتك بالمسلسل يعني رغم اهميته اكيد كان التركيز على فكره الزوجه الثانيه والصراع اللي نشا حول هيدا الامر، مع انه كان ممكن يتقدم يعني ولو حتى مرور سريع على المشاكل اللي بيواجهوها الشباب او حتى الرجال او حتى الفتيات العربيات يعني مثلا بالكويت بدبي بابو ظبي، في قضايا ماليه، في ناس بتطلع من اشغالهم ما بيقدروا يحصلوا على حقوقهم، في كتير من القصص. ما هي بس الدراما مش دراما، والا دي هتبقى يعني ده تقول ريبورتاج درامي. انما الدراما كل ما انت تناولتي قضيه وقضيه عامه، وبعدين هذه القضيه يعني قدمتي نموذج ده يعني حياتي داخل اسره واحده، وفي الاخر ما هيش اسره واحده، هي بتعبر عن اسر كتير،
كل ما كانت أكثر تأثيرا أكثر نفاذا أكثر أحيانا فزعا. فزعا. بتنبسطي لما حدا بيوصف أعمالك بأنها ملحمية حتى لو كانت ذات طابع اجتماعي؟ ملحميه ولا هي لا لا هيك بنقذك شوي بخوفك؟ لا لا، ملحميه دي يمكن اعمالي التاريخيه. اولا انا خريجه اداب قسم تاريخ، يعني ويمكن ده اللي دخلني، يعني ان انا كنت طول عمري عاشقه للتاريخ، لماده التاريخ، ويمكن ده اللي خلاني عملت عده اعمال تاريخيه. ازاي اعمالي تبقى متملي مغلفه باحاسيس ومشاعر هو العشق لمصر. استاذ إلهام، ربما من الأعمال المهمة مش بس بمسيرة حضرتك ولكن ربما بمجمل السينما المصرية هو فيلم الطريق إلى إيلات. ليش اشتغلت هذا الفيلم؟ هو الحقيقة أنا ما اخترتوش، إنما اخترت الإخراج. تكليف يعني؟ تكليف. لكن انا كنت عملت قبل الفيلم ده فيلم اسمه حكاية الغريب، كان عن المقاومة الشعبية في مدينة السويس اثناء حصارها بعد حرب. هي الحصار امتد من 23 اكتوبر 73 وانحصر عنها تقريبا في منتصف مارس 1974. في الفترة دي اهل السويس اللي هم شكلوا المقاومة الشعبية ومعاهم الجيش الثالث كان لهم أعمال بطولية باسلة يعني. كان الأستاذ جمال الغيطاني صاحب القسم يعني حكاية الغريب كان مراسل حربي لجريت وقتها في أثناء الحرب يعني. نعم. ورصد فصول هذا الموضوع يعني اللي حولناه إلى فيلم. حكاية الغريب نال يعني حظ كبير من النجاح، واحنا بنحتفل بهذا النجاح انا فاكره في اوضه الله يرحمه الاستاذ ممدوح الليسي رئيس قطاع الانتاج وقتها، سمعت عن ان هيتعمل فيلم اسمه الطريق لإيلات. انا عرفت ان الفيلم ده حربي من الالف للياء، بالتالي انا ماليش علاقه بيه. ففوجئت بتليفون بعد شويه كده بيقول لي انعم انا هبعت لك سيناريو تقريه وتقول لي رايك. قلت له قوي. بعت لي السيناريو، لقيت السيناريو الطريق لإيلات. فانا قريته وبعدين كلمته قلت له انت مش حاسس اني غلطت في العنوان؟ فقال لي يعني ايه؟ قلت له الفيلم ده حربي من الالف للياء وانا امراه، يعني ده لا دخلت لا اتجنيت ولا دخلت جيش ولا اي حاجه، فازاي اعمله؟ قال لي لا هتعمل ايه؟ قلت له ازاي؟ قال لي بصي انت كل اعمالك بيغلفها حاله شجنيه، حاله عاطفيه. هو الـ يعني الـ الوطن ده مش ربنا الكبير؟ فانا عايز الفيلم كده، مش عايزه فيلم يعني حربي جاف. فلا المهم يعني انا كنت متردده جدا لان ده فيلم عن اولا اول فيلم يتعمل للجيش المصري عن واقعه حقيقيه، ان ابطاله كلهم على قيد الحياه، ان العمليه ناجحه، وان المسائل دي كلها ما تحتملش لا الفشل لا قدر الله ولا انه يبقى نص ونص، لان كده في الاخر بفشل عمليه يمكن الناس ما تعرفش عنها حاجه. وهيقولوا وقتها ايه؟ اصلهم ما ادوش. احنا كلنا عرفنا هيدي العمليه من خلال الفيلم، يعني مثلا بحكي عن جيلي وبعتقد اللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي حياة يعني عرفوها من خلال. طب تصوري المسؤولية دي اللي كانت على كتفي على مدى سنتين اللي هي مدة إخراجي للفيلم. فيلم بديت تصويره 15 مايو 93 وعرض لأول مرة في مارس 95، لما احنا كنا أول ناس يخشوا حرم اللواء الخاص اللي انطلقت منه العملية، اللي هو كان مختص بالعمليات الخاصة، واللي الضباط والجنود بيدخلوه متطوعين. فكنا أول كاميرات تصوير وممثلين يخشوا المكان ده يصوروا، وأيضا الكلية البحرية. فكنا التصوير بيبتدي 8 بالليل يعني بعد غروب الشمس وينتهي قبل الفجر. فطبقا لكلام قائد القوات البحرية يومها اللي هو قاله لي بعد ما انتهينا من تصوير الفيلم خالص وفي حفله خاصه عاملينها لنا، يعني ميل علي وقال لي انا هقول لك سر ما تعرفوش. قلت له اتفضل. قال لي انا الحقيقه الفار لعب في عبي،
يعني ايه دول اللي بيبتدوا تصوير بالليل الساعة 8 بالليل وانتهوا قبل الفجر وممثلين وغيره، والمخرجة ست، هم عندهمش راجل ولا ايه؟ خلصوا الرجالة. فقال لي عارفة انا بعدت عيوني، حسيتي بيهم؟ قلت له لا انا ما حسيتش بأي حاجة. قال لي طبعا دي طريقه يعني بخبرتهم يعني ده يعملوا عارفه. رجعوا قالوا له ايه؟ وطبعا العهده على كلام الراوي اللي هو الفريق فاضل، اسمه الفريق فاضل وقتها، كان المشير اللي هو فاضل في وقتها، وبعد كده بقى الفريق فاضل لما تولى امر قناه السويس. قال لي رجعوا قالوا لي انها اكثر حزما من القاده بتوعك. أدي هذه الأعمال إلى جمهور؟ أدي هذه الأعمال ليها جمهور؟ ليها جمهور. العمل بيتعرض من سنة 95 لغاية النهاردة، كل مرة أقابل ناس يقولوا لي كأننا بنشوفه أول مرة، كل مرة يتعرض حريصين على مشاهدته. اللي فرحني أكتر إن 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 مشاهديني أكترهم يعني صغار السن. الحقيقة أنا ما كنتش وأنا بعمل الفيلم كنت متخوفة جدا إن الناس ما تتقبلوش كل هذا القبول. يعني كانت مفاجأة ليا نجاح الفيلم بالشكل ده، لأني قلت الفيلم جاف قوي، ده فيلم طويل قوي، ده ساعتين ونص من غير أي بهارات سينمائية معتادة. لا حدوتة حب فاقعة، ولا يعني أي زي ما بيقولوا يعني، ولا اشياء تقليديه اللي بتشد المشاهد اللي بيشوفها. ده عباره عن عساكر وجنود بلبس الغطس ده وصحراء، كل الاجواء جافه، ومع ذلك كان مردوده مفاجاه جميله ليا. الفيلم ده قبل عرضه على طول جم 10 لواءات من مختلف الافرع، بشكله مختلف الافرع من وزاره الدفاع عشان يشوفوا الفيلم قبل عرضه. ليه برضه؟ لان المخرجه ست، وممكن يكون في اي خطا عسكري، وتبقى كارثه بالنسبه لاول فيلم يتعمل للبحريه وللجيش المصري. فهم اتفرجوا عليه، وطبعا مده المشاهده اللي هي وصلت زي ما قلت لك ساعتين ونص، كان ممكن يقف قلبي فيها، لان اقصى اختبار في عمري يعني. بعد ما خلص والنور اتولع ولحظه سكون، ثم بصيت الدموع في العين وتسقيفه، بيقولوا مفيش خطأ عسكري واحد. بس حضرتك لما عم تحكي عن انه الناس حبت الفيلم، ربما لانه احنا بعالمنا العربي عم نبحث عن انتصار ما، يعني احنا حياتنا مليئه بالاحباطات، وما بدي اقول هزائم، هزائم سياسية، هزائم شخصية بسبب الواقع اللي عم بنعيشه، فبالتالي انه هيدا الفيلم قدمتي لنا انتصار ما ولو حتى بالماضي. هيدا ربما هو اللي خلى الناس ترتبط فيها القد. بالضبط، انت جبتي بيت القصيد، هو العشق للنصر. قال يعني في وسط الاحباط كنا قاعدين بنتلمس اي نصر، اي نجاح. عايز اقول لك دي الحالة اللي احنا عايشينها دلوقتي. طيب ضمن هيدي الحالة كيف حتقدمي عمل جديد؟ كيف يمكن ان تصنع انعام محمد علي عمل جديد يحاكي الواقع المصري بشكل خاص والواقع العربي بشكل عام؟ عم نحكي عن ربيع عربي وناس بيقولوا خريف عربي وأصوليات وقتل أينما كان، كيف حتتعاطي مع هذا الواقع دراميا؟ سؤال صعب، لأن هذا العمل لازم يرتفع إلى مستوى الحدث، وبالتالي لازم ياخد وقته، ولازم يعني إيه إن الناس تشوف مغزى ما حصل، رغم إننا إحنا برضو بقى يعني بنوجهة نظري يعني ان السيناريو لم يكتمل بعد. بأي معنى لم يكتمل؟ بمعنى ان الاحداث اللي تدفقت خلال 3 سنوات كانت بعضها من حدث لاخر، كان بترفع مستوى عدم مش توقع التوقع عدم التوقعات. كنا بنفاجئ ان يمكن كان ممكن احيانا احداث بتتغير 180 درجة. يعني بعض الناس بعد ال 25 يناير
في بعد الدراما المصرية جت ودخلت جوه الدراما أحداث 25 يناير وإيه أسباب قيام الثورة وغيره كل دوا. لكن جينا بعد كده لقينا إن الربيع العربي زي ما أنت قلتي أحيانا بقى خريف عربي، أو بقى بالفعل خريف عربي لتطورات أخرى. فابتدينا نحس إن الكائن حديث عن ما حدث في 25 يناير يعني حديث مبتسر لم يكتمل بعد. أخيرا أستاذ إنعام، شو الجائزة القريبة لقلب حضرتك؟ يعني البيت فيه كثير جوائز وتكريمات لإلك، ولكن أكيد في جائزة هي دايما هيك بتحسيها قريبة لإلك. هي أول جائزة، ثم الجوائز الأخيرة اللي توالت يعني. أول جائزة، أول جائزة أنا كنت بخرج مسلسل اسمه دعوة الحب في دبي. بعدين سمعت إن التلفزيون بيعمل مسابقة لأعماله، يعني مش مسابقة على المستوى العربي، لا لأعماله هو داخلية، وإنه اختار ثلاث سهرات كنت عاملاهم، كنت عاملاهم سنة 81. لما رجعت عرفت إن الثلاث جوائز فازوا بثلاث سهرات، فازوا ب 13 جايزه. 13 جايزه، 13 جايزه اللي هي كل فروع العمل الفني، يعني تصوير وديكور ومونتاج وتمثيل يعني وتأليف وكله. يعني انا والطاقم الفنيين، لدرجه واحنا قاعدين فاكره يوم حفل توزيع الجوائز كنا واخدين صفين. انا وانا طالعه اخد الجايزه دي وشيء مش متعوده عليه، كنت عارفه كلمه انا طايره. طيب شو في جوائز غير عزيزه على قلبك؟ ممكن تقولي وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى عن مجمل اعمالي، جائزه الدوله التقديريه عن برضه مجمل اعمالي، واللي فرحني جدا ان انا كنت المخرجه الوحيده اللي حصلت على جائزه الدوله التقديريه في مجال الاخراج الدرامي. مش بقول المخرجة الوحيدة بمعنى الست، لا، رجل أو ست. وهيدا أحلى شيء ممكن نختم في حلقتنا الليلة. شكرا كثير لحضرتك وكثير انبسطنا فيك. شكرا ليك وشكرا لكل المشاهدين في لبنان الحي.